بعض السلاليم، فلا زيادة في الأجور بالقطاع الخاص ولا بالمؤسسات الاجتماعية، وهذه الزيادة هي بمثابة 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019. فهذا استهتار بالشغيلة المغربية، هذا استهتار بالعمال والعاملات الذين يعملون في الوحدات الإنتاجية وينتجون القوت اليومي للمغرب ويحركون العجلة الاقتصادية. هل يستحقون 100 درهم في الشهر؟ يعني إذا قسمناها على 30، 3.33 دراهم في اليوم، هذا استهتار بل استخفاف بالعمال. وبالطبع فهي حكومة لأرباب العمل، حكومة استضفت إلى جانب رؤوس الأموال، إلى جانب المحظوظين والميسورين، وما علينا إلا أن نرى الإعفاءات الجبائية والإعانات لأرباب العمل ولأرباب الأموال. فبالمقابل العمال والعاملات لم يستفيدوا بأي زيادة، لا في القانون المالي ديال 2018 ولا في هذا الحوار الاجتماعي. فهذا ما وصلنا إليه، والاتحاد المغربي للشغل سيواصل النضال بمختلف أشكاله. وفي آخر لقاء مع السيد سعد الدين العثماني الذي دعاني إليه يوم الأحد، بقينا متشبتين بفضيلة الحوار الاجتماعي، وذهبنا من أجل أن تعيد النظر الحكومة في عرضها الهزيل، إلا أنه بقي متشبت بهذا العرض الهزيل والتمييزي. بل أكثر من هذا، اقترح نقطة أخرى أكاد أن أقول استفزازية. كما تعلمون الحكومة الفارطة للسيد عبد الإله بن كيران رفعت الاشتراكات في نظام التقاعد بمثابة من 10 إلى 14% على أساس أن تقتطع للموظفين 1%، وبقي الشطر الرابع اللي هو 1%. فاقترح علينا أن تتخلى الحكومة ب1%، حينما ضربنا الحساب لقينا 45%. العمال والعاملات في كل القطاعات المهنية ما محتاجينش للصدقة، ما محتاجينش للزكاة من طرف الحكومة، لأن أولا هذه الاقتطاعات اللي داروها ديال التقاعد في الحكومة السابقة ضربت القدرة الشرائية بمقدار 4%، بداو كيقتطعوا الموظفين. ثم هذا 1% اللي قال لك كعرض إضافي لا يهم إلا المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، ولا يهم القطاع الخاص والمؤسسات العمومية. فكان ذا يوم الأحد كذلك الأخير الرفض للاتحاد المغربي للشغل لهذا المقترح المهين، وهذا قدرنا. سنجعل من استعراضات فاتح ماي استعراضات الاحتجاج والاستنكار، والاتحاد المغربي للشغل يحاور ويتفاوض مع من يريد أن يتفاوض معه. وبالطبع نتحمل مسؤولية نضالية إذا وزنا وإذا وصلنا إلى الباب المشدود. وشكرا لكم.